التجربة التانية، السلام عليكم، التجربة التانية إن شاء الله هتكون على الريبيرز بيز للدايت، وده إن إحنا بنعكس اتجاه الدايت بنخليه في الريبيرز. يعني ده اتجاهه كان البوزيتيف أهو واصل بالنيجاتيف، ده اللي هو كان الفورورد، فأنا هعكسه، هخلي الكاسود فوق والأنود تحت، بحيث إن أنا أرسم الفيجر بتاع الجزء بتاع الريفيرز اللي هو الناحية التانية من الكيرف اللي إحنا إيه كنا أخدناه، تمام؟ فنفس الدايرة ونفس كل حاجة، بس هشيل ده كده وإيه وأقلبه الناحية التانية. فالدايرة اللي فاتت كان ده فورورد، فأنا رحت شايل ده وقلبته، بس ده ونفس الكونكشن ونفس الميجرمنت ونفس كل حاجة. المفروض بالطبيعي إن إحنا في حالة الريفيرز هيبقى أوبن ولا شورت سيركت شغال؟ اوبن سيركت، تمام، لحين ما كنا بنقول ان احنا بنقعد نزود لحين ما يحصل بريك داون لي خالص، وده كانه بتعمل انهيار لده وكانه بيبقى سلك عاديه، بس لما يبقى الفولت اللي هو زي جزيئات الهواء لما يحصل لها بريك داون، يعني هنا هبدا ازود القيمه بتاعه الفولت مثلا هنا 6 من 10. المفروض الفولت اللي طالع على الدايت ده هيبقى نفس الفولت بتاع الباور سبلاي، ليه؟ لان انا هو اوبن سيركت، والمقاومه قلنا بكام؟ التيار اللي ماشي في الدايره بصفر، فاذا الدروب اللي موجود على المقاومه 1 كيلو ده بصفر، فدايما هتلاقي ان الموجود على الدايت هو نفس القيمه اللي هي كام؟ 6 من 10. 6 من 10، تمام. التيار بكام؟ بصفر، لان ده المفروض في الريفيرس. هبدا ازود تاني في الفولت اهو، هتلاقي مثلا زودت ال 2.6، هشوف التيار هلاقيه بصفر برضو، هشوف الفولت اللي موجود على الدايت 2.6، افضل ازود مثلا عند 4.8، التيار في الريفيرس برضو بصفر، والفولت اللي موجود على الدايت اللي هو نفس القيمه بتاعه الباور سبلاي 4.8، ازود مثلا لغايه 6.8، التيار بصفر، وده 6.9 او 6.96 نفس القيمه بتاعه الباور سبلاي، ازود هنا برضو وصلتها 9.7، التيار مازال بصفر و9.8، افضل ازود في القيمه لحين ما يحصل بريك داون لمين؟ يبدا طبعا امتى يحصل بريك داون؟ لما يبقى الفولت اللي موجود اللي بيأثر ما بين الانود والكاسود في حاله الريفيرس، او ما بين الكاسود هنا والانود هنا، يقدر يكسر الجزيئات الموجوده بتاعه الدايود ده، فيحصل بريك داون، فيحصل زي ايه؟ كانه سلكه بالظبط، كسر الجزيئات الموجوده وقدر يتغلب على اللاير الموجوده دي وكسرها، فعملها ايه؟ شورت سيركت. وده قلنا عليه في الجزء بتاع البريك داون او انهيار جزيئات الهواء، عشان كده بتلاقي مثلا الفولت لما بيعلى عند قيمه معينه، او لما بتيجي ترفع سويتش مثلا، بتلاقي ان في بريك داون في اللحظه اللي انت بترفع فيها، فبيحصل ايه؟ بيحصل سبارك ما بين السويتش ده. هنرسم نفس الكلام، احنا كل الحالات اللي احنا عملناها ايه؟ ان احنا كنا هنا بنغير الباور سبلاي، والفولت بتاع الدايت هتلاقي هو 2 2 5 5، وحاجه 10 10 15 15 20 20، وهكذا، والتيار بكام؟ بصفر. فعشان كده احنا لما بنيجي نرسم في الريفيرس بنعمل ايه؟ بتلاقي ان القيمه بتاعت الريفيرس هنا الفولت اللي موجود على الدايت، تمام، التيار بكام المفروض في الحته دي بكام؟ بصفر. هل هو في الحقيقه بصفر؟ لا، هو مش بصفر، ولكن بيبقى صغير، حاجه صغيره جدا كده اللي هي بتوصل لنانو مثلا، عشان كده احنا اجهزه القياس ما تقدرش تجيب القيمه اللي 10 ماينس 9. وبعدين ممكن يحصل بريك داون وتلاقي التيار بيمشي عند الفي بريك داون بتاع اللي احنا قلنا عليه، خلاص. فده بيبقى الدايت في الحاله دي اللي هو الفورورد، والحاله دي لما يبقى الدايت في حاله الريفرس، تمام. وده اللي هو الفي او الاي في كاركترستيك لايه؟ للدايت والاوبريشن بتاعته من خلال الارقام الموجوده، تمام. بكده التجربه الثانيه اللي هي خاصه بالريفيرس بيس عملناها ورسمنا الكيرف الاولاني.